بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلبة ساعات المعتمدة محاسبة متوسطة 2، تناولنا فيما سبق الأسلوب الأول والذي يتضمن توفير دفتر إحصاء لعملية المشتريات الأجلى والنقدية. وفي هذا الملف سنتناول الأسلوب الثاني، وهو توحيد دورة النظام المحاسبي المشتريات الأجلى والنقدية معا. وقد سبق القول سيتم معاملة جميع المشتريات على أنها مشتريات أجلة، حيث يقوم هذا الأسلوب على أساس معالجة جميع مشتريات الأقسام على أنها مشتريات أجلة، وبالتالي تسجل في دفتر يومية واحد وهو دفتر يومية المشتريات الأجلة، وهو مزود بأعمدة تحليلية، حيث يخصص عمود لكل قسم من أقسام المنشأة تسجل فيه المشتريات الأجلة والنقدية لكل قسم من أقسام المنشأة لبيان نصيبه من المشتريات سواء كانت أجلة أو نقدية. التوحيد السابق ذكر. ولذلك هذا الأسلوب يلائم المنشأة ذات الأقسام التي توزع فيها المشتريات النقدية نسبة منخفضة مقارنة بالمشتريات الأجلة. ولتوضيح الدورة المحاسبية لعملية الاشتراء بأسلوب التوحيد نتناول مثال توضيح. نفترض ان فاتورة الشراء الأجلى قيمتها 9000 جنيه وفاتورة الشراء الخارجية النقدية قيمتها 3000 جنيه، لأنه يمكن عرض النظام المحاسبي بظل منهج التوحيد كما البداية لتوضيح دورة النظام المحاسبي في حال توحيد المشتريات الأجلة والنقدية هي فاتورة الشراء الخارجية 12000 جنيه. خلالها يتم إعداد فاتورة مشتريات داخلية، مشتريات أجلة 9، مشتريات نقدية 3000، ومن خلال فاتورة الشراء الداخلية يتم إعداد دفتر يومي لمشتريات الأجلة التحليلي باعتبار جميع المشتريات هنا سواء نادية أو أجلة كلها أجلة 12000، ويتم تقسيمها كما تتضح في المثال 5 و5000. لذلك ترحل إلى دفتر اليومية العامة بقيد واحد بإجمالي المشتريات أجلة ونقدية على أنها جميعها أجلة، فمن المشتريات إلى مراقبة النقدية. ومن دفتر اليومية العامة يتم الترحيل إلى دفتر الأستاذ العام، حيث يوجد حساب المشتريات وحساب المراقبة. حساب المشتريات مدين ب 12000 وحساب المراقبة دايم ب 12000. من خلال فاتورة الشراء الخارجية يتم ترحيل الحسابات الشخصية للموردين أو الدائنين. الحساب الشخصي الأول 4000 دائم، والدائن والثاني دائم ب 5000، والثالث دائم ب 3000 مثلا. ثم تجرى عملية المطابقة بين حساب المشتريات بدفتر الأستاذ العام ودفتر يومي للمشتريات الأجلة التحليلي، هذه هي المطابقة الأولى. المطابقة الثانية بين حساب مراقبة الدائمين بدفتر الأستاذ العام وحساب والحسابات الشخصية للموردين 4000 و5000 و3000 بدفتر أستاذ مساعد الدائمين. شكرا عزيز الطالب. حيث أن الخلاصة من ذلك أن أسلوب توحيد المشتريات الأجلة والنقدية معا يؤدي إلى تخفيض العمل المحاسبي والتكاليف بسبب الاستغناء عن دفتر مشتريات التحليل الإحصائي، وهو دفتر خارج نطاق الكلم المزاوج، وكذلك عمود المشتريات النقدية في يومية المتقدمة. وقد تم الاستغناء عن الدفتر التحليلي وكذلك عمود المشتريات النقدية في يومية المتقدمة. 2، كان هذه ميزة فهناك عيب، حيث يعاب على أسلوب توحيد المشتريات النقدية والأجلة أنه قد يؤدي إلى زيادة عدد حسابات الدائنين بدفتر الأستاذ مساعد الدائن بسبب اعتبار المشتريات النقدية مشتريات أجلة. سيؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في الحسابات الشخصية،